لما بتفكر في حدث كوني كبير ممكن يدمر الحياة على الأرض، بيجي في بالنا مباشرة كويكب أو مذنب ضخم يضرب الأرض، ومن بعده تبدأ مرحلة انقراض البشرية. لكن عمرنا ما فكرنا إن أهم أسباب الحياة على الكوكب الأزرق الشمس ممكن تكون في لحظة من لحظات حياتنا سبب لدمار الحضارة الإنسانية. عاصفة شمسية من النوع فوق المتوسط بتضرب الأرض من أسبوع ولسه أثرها مستمرة. إيه ممكن تعمل عاصفة شمسية كبيرة غير إنها تقطع عنا الكهرباء لأيام، وبالتالي انقطاع للإنترنت وشلل كامل حياتنا التكنولوجية. جميع أقمارنا الصناعية اللي بتلف حوالين الأرض ممكن تنتهي، ونظام الجي بي إس الفريد وفخر التكنولوجيا الحديثة ممكن يتعطل، وبالتالي تتعطل حركة الملاحة الجوية والبحرية والأرضية. ده ممكن الطيارات تخبط في بعض أو تهبط حتى في أماكن غير صالحة للهبوط. أهلا بيكم في إنفوسفير. النهاردة هنتكلم عن عاصفة شمسية من النوع المتوسط ضربت الأرض الأسبوع اللي فات وما زالت مستمرة، والأغرب من كده إنها أثرت على عمليات الإنقاذ من الآثار المأساوية لإعصار إيبان اللي ضرب فلوريدا في أمريكا من 10 أيام فاتوا. يا ترى إزاي حصل ده؟ وإيه النتائج المترتبة على ذلك؟ وقبل ما نبدأ بذكرك بإن لو الفيديو عجبك تخبط لايك وتشترك في القناة علشان كل مرة بتسمع فيديو لينا بتنسى الاشتراك. يلا بينا. المشكلة الكبيرة اللي بتسببها العواصف الشمسية العاتية في الوقت اللي بيتزامن حدوثها مع حدوث أعاصير أرضية أو كوارث طبيعية، وبالتالي الاتصالات اللاسلكية بتتقطع، بل وفرق الإنقاذ بتفقد القدرة على التواصل لساعات طويلة خلال اليوم، وكأن طقس الفضاء اجتمع مع طقس الأرض وعمل حالة من الفوضى العارمة في المنطقة. الشمس مصدر الحياة أم وقود الدمار؟ إيه هي الشمس؟ أو ممكن نقول إيه هي النجوم، وللشمس نوع من أنواع النجوم دي. حرفيا ممكن نقول إن الشمس كرة كبيرة أو بالون عملاق من الانفجارات النووية التي لا تعد ولا تحصى. ومن ضمن المكونين اللي بتتكون منهم الشمس الهيدروجين، واللي بيشكل 75% من كتلة عناصر الكون، وهو بالمناسبة اللي بيملى قلب الشمس. الضغط الكبير والحرارة الهائلة للشمس واللي بتوصل في قلبها ل 27 مليون درجة، وده بفعل الجاذبية الكبيرة للشمس واللي بتخلي ذرات الهيدروجين ديت تندمج مع بعض علشان تشكل ذرة جديدة تماما الهيليوم. في كل ثانية الشمس بتحول 620 مليون طن من الهيدروجين لهيليوم، والعملية دي بالصلاة على النبي كده بتصدر طاقة تعادل 92 مليار ميجا طن من مادة التي ان تي، ودي كافية جدا لتدمير الأرض وسحقها حرفيا في أقل من ثانية. طبعا التفاعل ده هو السبب الكبير اللي خلى شمسنا بتمدنا بالطاقة والحياة بعد كده. لكن منين جت العواصف الشمسية دي واللي بتضرب الأرض باستمرار على مدار العام، واللي بيكون ليها دورة نشاط كل 11 سنة تقريبا؟ من أين تأتي الرياح الشمسية؟ في فبراير 2022 قذفت الشمس برياحها العاتية في الفضاء، وكانت أقمار ستارلينك الفضائية التابعة لشركة سبيس إكس الخاصة برجل الأعمال الشهير إيلون ماسك موجودة. ضربت الرياح الشمسية دي المجال المغناطيسي للأرض ودمرت 40 قمر صناعي تابع لستارلينك، وأسقطتهم شظايا على الأرض تمام زي ما بتقع الشهب من السماء وبنشوفها. وكان لسه إيلون ماسك أطلقهم قبلها بأيام علشان تخسر شركته في اليوم ده 50 مليون دولار. لكن منين بتيجي التوهجات الشمسية الكبيرة دي واللي بتقذف علينا الرياح المدمرة دي؟ وهل هي مدمرة للبشر؟ يعني لها تأثيراتها على أجسامنا مثلا؟ طبعا زي ما حكينا قبل كده قبل شوية عن التفاعلات اللي بتحصل جوه الشمس من خلال اندماج ذرات الهيدروجين والهيليوم، والاتنين ما بيقدروش يكونوا في حالتهم الغازية جوه قلب الشمس فبيتحولوا لبلازما، الحالة الرابعة للمادة. ونقدر نقول ان كل الشمس ومحتوياتها عبارة عن بلازما، بل نقدر نقول ان 99.9% من كل مادة الكون بلازما. المهم ان الرياح الشمسية او التسونامي الشمسي الكبير ده عبارة عن بلازما بتنطلق من الشمس باتجاه الكواكب بتاعتها، واللي منهم طبعا الأرض. تخيل جدار ضخم متوهج أكبر 8 مرات من قطر كوكب الأرض وبسرعة 560 ميل في الساعة. التسونامي الشمسي ده جزء لا يتجزأ من الدورات الشمسية. الشمس كل فترة وفترة بتمر بفترة نشاط تقريبا كل 11 سنة، وبينخفض النشاط الشمسي ده بعدها. البلازما اللي في الشمس بتتشكل وبتندفع وتتدافع في الحقل المغناطيسي للشمس. الحقل المغناطيسي ده بيخزن كميات كبيرة جدا من الطاقة، وبيسرب لما بتزيد في فترة النشاط الشمسي، بيسربها بعيد عن الشمس ناحية الكواكب في مجموعتنا الشمسية.
الشمس بتقذف في وشنا البلازما وغيرها كتير من الأشياء المريعة والمدمرة. وبتنطلق ناحيتنا العواصف الشمسية دي اللي بتكون على هيئة توهجات شمسية، وهي أمواج مد وجزر من الإشعاع الشمسي عالي الطاقة، وبتكون سرعتها قد سرعة الضوء، وبتكنس في طريقها البروتونات الموجودة في الرياح الشمسية، وبتصنع بكده عاصفة بروتونية عالية السرعة. ومن الحاجات اللي بترميها بينا الشمس حاجة اسمها CME أو Coronal Mass Ejection، واللي هو الانبعاث الكتلي الإكليكي، أو ممكن نقول انفجارها اللي من الرياح الشمسية وغيرها من بلازما النظائر الخفيفة، والمجالات المغناطيسية اللي بترتفع فوق الهالة الشمسية أو تقذف بها الشمس في الفضاء الخارجي. والسي ام اي بتقتلع ملايين الملايين من الأطنان من البلازما من الغلاف الجوي للشمس، وتقذف بها للفضاء حوالين الشمس بسرعات قد تصل لتسعة مليون كيلو متر في الساعة. ولما تتصدم بينا الوحوش دي مش بيحصل لينا هنا على سطح الأرض أضرار، لأن عندنا درع واقي بيحمينا منها، الغلاف الجوي للأرض، واللي بيقدر من خلال المجال المغناطيسي لأرضنا انه يحرف مسار الموجات الشمسية دي ويبعدها عننا. لكن اعالي الغلاف الجوي لأرضنا مش بتسلم من الغارات دي، وبالتالي بتبقى الأقمار الصناعية بتاعتنا في مرمى الهدف، وبتأثر برضو على اتصالاتنا اللاسلكية الراديوية، بل وممكن تسبب خطر كبير على حياة رواد الفضاء هناك. ظاهرة الشفق القطبي في عام 1989 أثار توهج شمسي قوي عاصفة شمسية مغناطيسية كبيرة ضربت بعض مناطقنا على الأرض هنا، وقطعت الكهرباء عن 6 مليون بني آدم في كندا وشمال أمريكا، بل واستمر انقطاع الكهرباء ده مدة 9 ساعات كاملة. تخيل كم الخسائر اللي بتكون نتيجة الرياح الشمسية دي. زي ما قلنا من شوية إن الغلاف الجوي للأرض بيحمينا من أثر الإشعاع والرياح الشمسية المميتة دي، وبفضل مجال الأرض المغناطيسي بيتم حرف العواصف دي بعيد عننا، وقبل ما توصل الرياح دي لسطح الأرض بتتحول ناحية القطبين الشمالي والجنوبي للأرض، مكونة ما يعرف بالشفق القطبي، واللي هو عبارة عن توهج للجزيئات دي اللي جايلنا من الشمس من مئات السنين، والعواصف الشمسية دي بتضربنا والإنسان مش بيشعر بيها بفضل حماية الغلاف الجوي لينا. ولأن العواصف دي لما بتوصل سطح الأرض بتوصل بكميات ضئيلة جدا ومش خطيرة وملهاش علاقة باللحم والعظم، لكن ليها علاقة قوية جدا بالآلات المصنوعة من المعادن والأسلاك، وده اللي أظهر خطورتها في عصرنا الحالي المعتمد كلية على التكنولوجيا الحديثة. حادثة كارينجتون في سنة 1859 هي أول حادث سجلناه من خلال الرياح والعواصف الشمسية اللي أثرت علينا، وبالرغم من أن الحوادث قبله كتير وممكن تكون أكبر، لكن كانت تأثيراتها علينا ضئيلة للغاية. حادثة كارينجتون حصلت وعطلت أنظمة التلغراف في الوقت ده، واللي استمر تصليحها أيام بعد كده، والناس شافت الشفق القطبي من القطب الشمالي شمالا ولغاية حدود أمريكا مع المكسيك جنوبا، طبعا مساحة كبيرة. النهاردة والأرض بيغطيها شبكة من الأسلاك الكهربائية الممتدة لملايين الكيلومترات، بتنقل الكهرباء بين الدول من خلال شبكة أعقد من المحولات الكهربائية. طاقة السي ام اي الشمسية دي تقدر تلخبط طياراتنا الكهربائية دي وتشل حركتها وتؤدي إلى انقطاعها، ده في حالة إن ما حصلش تدمير لمحولاتنا الكهربائية دي. كل التقديرات اللي بتشير ليها الدراسات بخصوص الموضوع دوت بتقول إن أنظمتنا الإلكترونية المتعطلة بسبب العواصف الشمسية دي ممكن تخسرنا ما يقارب 2.6 تريليون دولار في الولايات المتحدة فقط، وإن أي عاصفة شمسية عملاقة تضربنا ممكن تخلينا شغالين ما بين 4 إلى 10 سنين، واحنا بنحاول نصلح اجهزتنا ومعداتنا الخربة ديت. تخيل عالم بدون كهرباء هيكون شكلك ازاي؟ مفيش انوار في البيوت، مفيش كمبيوترات، مفيش انترنت ولا نظام ملاحة، ويمكن سلاسل الامداد الخاصة بنقل المواد الغذائية تقف. دي ازمة كبيرة اكبر من اي ازمة عالمية مرينا بيها خلال 100 سنة اللي فاتت، حتى اكبر من ازمات الحروب العالمية، واكبر من ازمة كورونا والازمة المالية اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. وبالرغم من كده فالعلماء عندهم من ساعات لايام علشان يرصدوا عاصفة SME شمسية محتملة جاية، ومهندسين الكهرباء في الأرض تدربوا خلال السنين اللي فاتت للتعامل مع الموضوع دوت بأبسط أمر، وهو إغلاق المحولات الكهربائية لمدة معينة أو فصل الشبكات عن بعضها أثناء الموجة. المهم لازم يكون عندنا استعداد لكوارث زي دي، وبالرغم إن إمكانياتنا بقت أحسن دلوقتي لمواجهة أخطار العواصف الشمسية المتوسطة وفوق المتوسطة، إلا إننا لازم نتجهز للأسوأ علشان نمر معاه بسلام. الشمس اللي بتغمرنا دايما بدفء نورها المبهج الجميل ممكن ترسل لينا وحش
اسمه العواصف الشمسية الهائلة اللي ممكن تعكر صفو حياتنا على الأقل لو ما كانش مصيرنا أخطر من كده. وفي النهاية العاصفة الشمسية اللي ضربت الأرض يوم الأحد اللي فات 2 أكتوبر 2022 رغم إنها من الفئة المتوسطة G2 إلا إن أثرها كانت خفيفة ومش كبيرة. الدورة الشمسية والنشاط الشمسي الكبير اللي ممكن نقلق منه هيكون في يوليو 2025، ولحد الوقت ده لازم نستعد. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك والشير، وابقوا اكتبوا لنا في التعليقات لو كنتم شعرتم بالعاصفة الشمسية دي. بعض الناس في خصائص جسمهم بيتأثروا بالموضوع دوت، لو حد شعر بالقصة دي يبلغنا في كومنت ويحكي لنا عن تجربته. على وعد بلقائكم الأسبوع القادم إن شاء الله الجمعة تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة في انفوسفير ولاف معلوماتي. تحياتي محمد فهمي سليم، سلام عليكم.